تقول إنني أقطع صلاتي وهذا يزعجني دائما، والله يشهد أنني أحب صلاتي وأحب أن أواصلها وألا أقطعها، فبماذا ترشدونني جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز قطع الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلا يجوز قطع الصلاة إلا إذا حصل مبطل للصلاة كانتقاض الوضوء، أو حصل أمر ضروري يقتضي قطع الصلاة كإنجاء شخص من هلكة، أن يرى شخصا يريد أن يقع في نار أو في ماء يغرقه، فإنه يقطع الصلاة لأجل إنقاذه، أو أعمى يخشى عليه أن يسقط في بئر أو في حفرة يتداركه من الهلاك، فهذه حالة ضرورة تقطع من أجلها الصلاة، أما في غير ذلك فلا يجوز قطع الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. إذا كانت تقصد من قطع الصلاة أنها تصلي مرة وتقف عن الصلاة مرة أخرى، إذا كان المقصود أنها تصلي بعض الفروض وتترك البعض الآخر، فهذا يكون كترك الجميع، لأن من ترك صلاة واحدة هو كمن ترك جميع الصلوات. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله اليوم والليلة. الواجب المحافظة على جميع الصلوات، ولا يجوز صلاة بعض الصلوات وترك بعضها، أو إذا حضر مع ناس يصلون صلى وإذا غاب عنهم ترك الصلاة، فهذا مثل من ترك جميع الصلوات، وترك الصلوات متعمدا كفر لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أهل السنن. والأحاديث والآيات في كفر تارك الصلاة متعمدا كثيرة، فعلى المسلم والمسلمة أن يتقي الله عز وجل وأن يحافظوا على صلواتهم كلها، صلوات الخمس في مواقيتها، وأن لا يتساهلوا في بعضها أو يتركوا بعضها ويصلوا بعضها، أو يصلون في وقت ويتركون في أوقات، كالذين يصلون في شهر رمضان فقط، أو يصلون الجمعة إلى الجمعة فقط. هؤلاء ليسوا على شيء من دينهم والعياذ بالله، حتى يحافظوا على صلواتهم ويداوموا عليها.